عن المحاضرة اللي هي اليوم بدنا نتكلم عن اللي هي البلفز. طبعا احنا بعد ما اخذنا اللي هي الاناتومي اوف ذا ثوراكس والاناتومي اوف ذا ابدومين، الان ناخذ الجزء الاخير من هذا المساق اللي هو البلفز. ففي هذه المحاضرة بدنا نتكلم عن البلفز ذا بونز اللي هي البلفز اوستيولوجي، عن البون اوف بلفز اللي بدها تشكل عندنا اللي هي كل اللي هي الفريم ورك الهيكل تبع اللي هي البلفيس، وطبعا اللي هي المصل الموجوده في منطقه اللي هي البلفيس، بالاضافه طبعا للاورجنز والاستراكشر الموجوده داخل البلفيس، واللي هي الانرفيشنز اللي هي الليمفاتكس النيرفز الموجوده في داخل اللي هي منطقه البلفيس. فنبدا باللي هي طبعا ناخذ زي جنرال اللي هي اذن فيتشرز او جنرال ديسكريبشن عن البلفس، وطبعا اللي هم اخر جزء اللي هم البلفس والبرينيوم. لو طلعنا على هذه الصوره بنلاحظ انه طبعا هون من ناحيه عندنا في هذه الصوره بنشوف عندنا اللي هي الثوركس، اذا هون بنشوف عندنا اللي هي الابدومين، وطبعا اللي هي الاجزاء اللي هم البلفيك بونز اللي هي في منطقه البلفس، هذول البلفيك بون والتيرمال بارت اوف ذا فيرتبرال كولومز، هذول اللي هم بيكونوا يعني بيكون فيهم اذا سبيس او ريجن، هذه اللي بنطلق عليهم البلفيس اند البيرينيوم. هلا هنعرف تقسيمه اللي هم وين البلفيس بيكون موجود وين البيرينيوم بيكون موجودين. فالبلفيس نبدا بالبلفيس ومن ثم ناخذ اللي هو البيرينيوم. نبدا بالبلفيس، طبعا البلفيس احنا بنقسمه زي ما احنا شايفين، بنقسم البلفيس الى تو امبورتنت ريجن، بنقسم البلفيس الى فولس بلفيس وبنقسم البلفيس الى ترو بلفيس. فاذا كيف بنقسمه الى نقول هي فولس بلفيس ترو بلفيس؟ الفولس بلفيس هو عباره عن الريجن اللي بتكون موجوده في الابر بارت اوف بلفيك بون، يعني في هذه الريجن بنسميها هذه بالابر بارت اوف بلفيك بون مع اللور لمبر فيرتبرا. فعندنا هون اللي هو حيكون عندنا الفيرتبرا كولوم، فالريجن اللي بتكون امام اللي هي اللور بارت اوف فيرتبرا كولوم واللي هي على السايدز بيكون عندنا اللي هم الابر بارت اوف ذا بلفيك بون، هذه بنسميها اللي هو الفولس بلفيس. وهذه اصلا بما انها فولس بلفيس معناته بنعتبرها كانها جزء من الابدومين من الابدومينال كافيتي. الترو بلفيس هو عباره عن الجزء اللي بيكون اسفل الفولس بلفيس، اذا بيكون اسفل اللي هو هذا الخط اللي شايفينه هون، هذا بيكون اسفل لهذا بنسميه اللي هو الترو بلفيس، اللي بيكون طبعا هذا عباره عن الريجن اللي بيكون اللي هي انفيريور في الانفيريور بارت اوف ذا بلفيك بون والساكرام، وطبعا بيكون له انلت بيكون له اوتلت، وبيكون له انلت بيكون له اذا اوتلت. هذا بالنسبه له اللي هي كيف بنقسم اللي هي البلفيس، بنقسمه الى في عندنا الفولس بلفيس وعندنا اللي هي الترو بلفيس. الفولس بلفيس اللي بيكون موجود بالابر كل بارت اوف ذا بلفيك بون، اللي هي ترو بلفيس اللي بيكون موجود باللور بارت اوف ذا بلفيك بون، باللور بارت اوف ذا بلفيك بون. هلا السبيس اللي بداخل اللي هي الترو بلفيس، هذه الترو بلفيس احنا حكينا هون، هذا اللي هون اللي حيكون عند الريجن بنسميها الفولس بلفيس، تحتها حتكون عندنا الترو بلفيس. اذا هذه السبيس الموجوده في داخل الترو بلفيس بنسميها البلفيك كافيتي، وهذا البلفيك كافيتي الها انلت الها اوتلت الها وولز والها فلور. هلا حنشوف من ايش اللي هي مين بيعمل بوردرز لهذا الانلت ومين حيعمل لنا بوردرز للاوتلت والفلور من ايش بتتكون والوول كمان من ايش بتتكون. هلا هذه اللي طبعا اللي هي البلفيك كافيتي او اللي هي السبيس طبعا اللي هو للترو بلفيس بيعمل سبورت لا وكونتين البلدر والريكتم والانر كانال والميل والفيميل الجينيتال تراكس، ميل والفيميل جينيتال تراكس. وطبعا اللي هي الكافيتي او السبيس الموجوده داخل اللي هي اللي في هذه الكافيتي الموجوده بتكمل كونتينيو سوبيريورلي مع الابدومينال الكافيتي، بتكون زي ما حكينا هون بتحتوي على اللي هي سبورت او كونتين البلدر، يعني اليورين البلدر بتكون موجوده بالبلفيك كافيتي. اذا معناته في داخل البلفيك كافيتي هون اليورينري بلادر البوزيشن تبعها بيكون في الانتيريور والريكتم بيكون في البوستيريور، معناته في داخل البلفيك كافيتي في عندنا بتسميهم البلفيك فيسرا، هذا البلفيك فيسرا بتكون لوكيتد في الميد لاين اوف ذا بلفيك كافيتي، البلادر بتكون بالانتيريور والريكتم بيكون في البوستيريور في الميل، اما في الفيميل بتكون بتوين البلادر والريكتم اللي هو اليوترس، بيكون بيناتهم اليوترس. وهون طبعا بما انها البلدر بتكون موجوده في البلفيك كافيتي معناته البوزيشن تبعها بكون لما تكون البلدر امتي في البلفيك كافيتي، بما انها البلفيك كافيتي بتتكون كم كونتينيوس في الابدومينال كافيتي معناته لما تمتلئ اليورين البلدر بده يصير لها اكستنشن، بدها تطلع لفوق للابدومينال كافيتي، بدها تطلع للابدومينال كافيتي من داخل اللي هي طبعا كل الاستراكشر اللي بتروح للبلفيك كافيتي بدها تمر من داخل هذا المدخل اللي هو الانلت، بتكون بتمر من خلال
الانلت اللي هي او المدخل تبع البلفيك كافيتي، هذا البلفيك انلت، هذه الاستراكشر اللي بتروح بتدخل في داخل اللي هي من الابدومينال كافيتي تروح على البلفيك كافيتي. اما الاستراكشر اللي بدها تروح من البلفيك كافيتي وتروح على البرينيوم زي اليوترا، حتخترق اللي هي البلفيك فلور، القاعده تبع هذه البلفيك كافيتي. البلفيك كافيتي زي ما حكينا بتحتوي سبورت اليورين بلدر، سبورت اللي هي طبعا الميل والفيميل الجينيتال تراكت. اذا في داخل البلفيك كافيتي، في داخل البلفيك كافيتي زي ما احنا شايفين هون، في داخل البلفيك كافيتي في عندنا الميل والفيميل جينيتال تراكت، لكن موست اوف ذا فيميل جينيتال تراكت بتكون موجوده وين؟ في داخل البلفيك كافيتي. اما في المن بعض بارت اجزاء من اللي هي الميل ريبرودكتيف تراكت بتكون موجوده في داخل البلفيك كافيتي. زي في الميل في عندك السيمينال جلاند، البروستيت جلاند، هذول التو سيمينال جلاند البروستيت جلاند، هذول بيكونوا موجودين في داخل البلفيك كافيتي. اما في الفيميل في عندك اللي هي اليوتراس، اليوتراين تروب، هذول بيكونوا موجودين في داخل البلفيك كافيتي. اما الفاجينا اللي بدها تخترق البلفيك فلور حتى تعمل كونكشن مع اللي هي اليوترس الموجود في داخل البلفيك كافيتي. عشان هيك بنحكي داخل البلفيك كافيتي في عندنا موست اوف ذا اللي هي فيميل ريبرودكتيف سيستمز بتكون موجوده في البلفيك كافيتي، لكن في الميل بتكون بعض الريبرودكتيف سيستم بتكون موجوده في البلفيك اذا كافيتي. وهذه البلفيك كافيتي في الها لايننج، اذا طبعا زي ما حكينا في الوول اوف ذا ابدومين بيكون لاين باي لاير بنسميها البريتونيوم، برضه البريتونيوم اوف ذا ابدومينال كافيتي ممكن كونتينيو داونورد وبتعمل لايننج البلفيك اذن كافيتي. وبما انه في عندنا في المنتصف في الميد لاين في عندنا اللي هي البلفيك اورجان، معناته هذا البريتونيوم بدها تعمل كفرنج للسوبيريور سيرفيس اوف ذا بلفيك فيسرا، بتغطي السوبيريور سيرفيس اوف ذا بلفيك فيسرا. اذا زي ما حكينا البلفيك فيسرا بتكون موجوده في الميد لاين اوف ذا بلفيك اذا كافيتي، بتكون بمنتصف البلفيك كافيتي والها طبعا اللي هي ريليشنز زي ما احنا شايفين هون. اليوترس بيكون اذا جاي لوكيتد between the rectum اللي بتكون located posteriorly في البلفيك كافيتي والبلدر اللي بتكون located anteriorly، بتكون located anteriorly. نيجي نطلع على اللي هي زي ما حكينا انه البلفيك كافيتي الها انلت، الها اوتلت، الها وول، الها فلور. لو اطلعنا على هذه الصوره بنلاحظ هون عندنا اللي هو البلفيك انلت. البلفيك انلت بيكون هارد ان شيب. هلا هذا البلفيك انلت له بوردرز او باوندريز. البوردرز او باندر نبدا من البوستيريور، اذا بوستيريورلي اللي بده يشكل عندنا البوردرز لا البلبيك انلت هو البرومونتري اوف ساكرام، البروجكشن من البادي اوف ذا ساكرام انتيريورلي باتجاه الميد لاين، ذن هذه اللي هي اللاين ات ويل اذا كروس اللي هي الوينج اللي هو طبعا هون بمكان الوينج هذول او بنسميها الاله اوف ساكرام، هذه بمكان ترانسفيرز بروسيس للفيرتبرا اذا بكون وايد فبتعمل كروسنج لا الترانسفير بروسيس، بعدين هي طبعا للآلة او ساكرام، ذن كونتينيو فورورد، بعدين بتعمل كروس للساكرو ايليك جوينت، بتعمل كروس للساكرو ايليك جوينت، بعدين اللي بيشكل عندنا البوردر هو اللي هي البلفيك ريم، وهذا البلفيك ريم من من اللي هي الهيب بون او البلفيك بون اللي بنسميه اللينيا تيرمينالس، بتشكل طبعا اللي هو من الاركويت لاين، بعدين البكتين بيوبيس لاين، وبعدين البكتين بيوبيك اذن كريست حتى يوصل للسيمفيسز بيوبس انتيريورلي. اذا معناته البلفيك اندت البوردر تبعه بيكون مينلي من بون، يعني كومبليتد كلياته باي اللي هي باي البون، كومبليتد باي البون زي ما احنا شايفين ابتداء من برومنتر اوف ساكرام بوستيريورلي كروس الاله اوف ساكرام او الوينج اوف ذا ساكرام اللي بيعمل كروسنج اللي هي الساكرو ايليال جوينت، هذا الجوينت اللي بيكون بتوين الساكرام اند الاليوم، ذن كونتينيو فورورد على اللي بنسميها اللي هي البلفيك انكولبون اللي هي ريم، وهذا اللي هو طبعا بتكون عباره عن اللي هي اللينيا تيرمينالس. فاللينيا تيرمينالس عباره عن ثلاث اجزاء اركويت لاين والجزء اللي بعده البيوبيك اللي هي او بيكتين بيوبس والبيوبيك اذن كريست حتى يوصل للانتيريور اللي هو السيمفيسز بيوبس، هذا عباره عن اللي هو الجوينت اللي تشكل من التقاء اللي هم البارتس اوف ذا كيب بون اللي بنسميها هذا البيوبيك بون anteriorly pubic bone anteriorly. اذا معناته الاستراكشر اللي بدها تمر between الابدومينال كافيتي والبلفيك كافيتي بدها تمر من خلال البلفيك اللي حتى توصل لداخل اللي هي البلفيك كافيتي. نيجي لها اللي هي البلفيك وول، اذا احنا مشينا بالترتيب من البلفيك انلت هلا نيجي ناخذ البلفيك وول. البلفيك وول او الوول اوف بلفيس بتكون من عده بارت، بتكون من بونز، بتكون من مصل، بتكون من ليجامنت. البونز اللي هم الساكرام
الكوكسيك والانفيريور هالف اوف ذا ذن بلفيك بون بشكله نقول هي موست اوف ذيم. فعندك الانفيريور بارت اوف ذا هيب بون بلس الساكرام بلس الكوكسيك، اذا هذا البوني بارت، بلس المسكولر بارت عباره عن المسلز اللي بتشكل عندنا اللي هو اذا البلفيك بول اللي هم البلفيك وول اللي هم البيريفورمس مسل والابتوريتر انتيرس مسل اللي بناخذ منهم شوي، وفي عندنا اللي هم التو ليجمنتس اللي هم اذا الساكرو سباينوسس والساكرو تيوبراس ليجمنت. فصار عندي البلفيك كافيتي هذه اللي هون، اذا الها بلفيك انلت، الها هون وول، هذا البلفيك وول اللي بتشكل من 3 بارت، بتشكل من بونز ساكرام كوكسيك واللور بارت اوف بلفيك بون بلس اللي هم الليجمنتس. اذا في عندنا 3 اجزاء للبلفيك وول. نبدا بالليجمنت اللي شايفينهم هون، اذا في عندنا عباره عن طبعا اللي هم عباره عن 2 ليجمنت موجوده بين بلفيك وول بتشارك في اللي هي في الفورميشن اللي هي البلفيك وول، اللي هي اول واحده بنسميها الساكرو سباينس ليجمنت والثانيه بنسميها الساكرو تيوبرس ليجمنت. الساكرو سباينس ليجمنت والساكرو تيوبرس ليجمنت اطلعوا بنشوف انه هذول التو ليجمنت بتمتد اكستند من الساكرام اند الكوكسيك حتى توصل للبلفيك وول. اذا معناته هذه التو ليجمنت غير انها بتعمل اللي هي الوول، معناته بتعمل كونكشن بتوين الساكرام والكوكسيك اند البلفيك وول. هلا الساكرو هي الساكرو اللي سباينس والساكرو تيبرس ليجمنت هذول اللي حكينا بيمتدوا من عند الساكرو سباينس الساكرو بيمتدوا من الساكرم والكوكسيك حتى وصلوا ل الهيب انكل بون او اللي هي البلفيك بون، بروحوا بيعملوا انسيرشن في نوتش، في عند بيعملوا انسيرشن في اللي هي نوتش اللي هم الجريتر اذا سايتيك نوتش والليسر سايتيك نوتش. لما يعملوا انسيرشن في الجريتر سايتيك نوتش والليسر سايتيك نوتش بدهم يحولوا لنا اياها الى فرامن او سبيس، هذه بنسميها الجريتر سايتيك فرامن واللي تحتها بنسميها الليسر سايتيك فرامن. نيجي ناخذ اللي هم بعض اللي هي الفيتشرز لكل واحد من هذول الليجمنت. ساكرو سباينس ليجمنت عباره عن الليجمنت بتكون تريانجولار ان شيب ليجمنت، اذا بوث اوف ذيم بيكونوا تريانجولار ان شيب لكن في عندنا واحده اكبر من الثانيه. الساكرو سباينس بتكون سمولر ذان الساكرو تيوبرس ليجمنت تريانجولار ان شيب، مع انها تريانجولار ان شيب الها بيز والها ابيكس. الابيكس تبعها بيعمل اتاتشمنت في الاسكيل سباين، بما انه بيعمل اتاتشمنت في الاسكيل سباين اذا هون هذا الاتاتشمنت بيعمل اتاتشمنت في الاسكيل سباين، اما البيز تبعها بده يعمل اتاتشمنت في الساكرام اند الكوكسيك. الليجمنت الثانيه اللي بنسميها الساكرو التيوبرس ليجمنت برضه بتكون تريانجولار ان شيب وبتكون اكبر من اللي هي الساكرو سباينس ليجمنت، وهذه طبعا بتمتد من اللي هي بتمتد من البوستيريور ان السوبيريور ايليك سباين اوف بلفيك بون. البلفيك بون بيكون عليها بروز عظمي اسمه اللي هي الايليك سباين اللي هو الجزء العلوي اللي هو من اللي هي الايليوم. طبعا الايليك بون هلا كمان عشان ناخذها بتتكون من الايليوم، بتتكون من الاسكيوم، بتتكون من البيوبيك بون، 3 اجزاء. فالايليوم بيكون عليه بروز عظمي بنسميه البوستيريور سوبيريور، مع انه ليش اخذت من البوستيريور سوبيريور ايدك مش من الانتيريور سوبيريور اقسام، لانه اصلا البوزيشن تبع البوستيريور بيكون بايش عند الساكرم، فهي بتاخذ الاتاتشمنت تبعها من اللي هي من البوستيريور سوبيريور ايليك سباين اوف ذا ايليوم مرورا بالمارجن اوف ذا اللي هي الساكرم اند الكوكسيك حتى تروح على الاسكيال تيبروسيتي. فالاتاتشمنت تبع هدول اللي هي الليجمنت بدهم يحولوا لنا اللي هي النوتش ان كل هي هون بدهم يحولوا لنا اياها الى اللي هي الجريتر سايتيك من جذر الفرامل والليسر سايتيك من الفرامل. وكمان اللي هي طبعا اللي هي اللي بيكمل اللي هي زي ما حكينا الوول اوف ذا ذن بلفيك ذن كافيتي اللي هم التو ماسلز. اذا صار عندنا بتشكل من بونز اللي هم الساكرام كوكسيك واللور بارت اوف ذا اللي هي البلفيك بون او الهيب بون بلس التو ليجمنت الساكرو سباينس اند الساكرو التيبرس ليجمنت بلس التو ماسلز اللي هم اللي حكينا عنهم الابتوريتر انترنس ماسل و البيريفورمس ماسل، هذول التو ماسل اللي بتكون موجوده من قبل وين في داخل البلفس واكزت من خلال اللي هي السايتك فورامينا وبتعمل انسيرشن في اللي هي بالفيمر حتى اذا معناته بدها تتحكم بال من قبل الموفمنت اوف ذا هيب جوينت. نيجي اللي هي الجزء اللي بعده اللي هو البلفيك اوتلت. هنا البلفيك انلت حكينا عنه، البلفيك اوتلت هذا اللي هي لو اطلعنا على الانفيريور من فيو من تحت هون الانفيريور فيو بنلاحظ انه هذا الكوكسيك وهون السيمفيسيز بيوبس. اذا البلفيك اوتلت بيكون دايموند ان شيب، اذا هون تحت بيكون دايموند ان شيب، وهذا البلفيك اوتلت البوردر تبعه ليست فقط بون، بيكون بون اند
ليجمنت، بكون بون اند ليجمنت. طيب من وين ببلش هذا اللي هي البوردر؟ اذا البوردر تبع البلفيك اوتلت بيجنز من عند اللي هي فروم انكل فروم بيجنز انتيريورلي من عند الميد لاين، من عند السيمفيسز البيوبس، then runs posteriorly and laterally along the inferior margin of the pubic bone. إذا هذا البيوبيك من البون نقول طبعا على بيمشي على ال inferior margin of the pubic من البون. هلا بكمل على ال inferior margin of the اللي هي البلفيك بون او بيوبيك بون، بكمل posteriorly لحتى يوصل لعند الاسكيال tuberosity. Then it will runs along the ligament اللي هم طبعا على اللي هي الساكرو تيبرس ليجمنت، وهذا هون صار عندنا معناته بدها تشارك في البوردرز اوف ذا بلفيك اوت اللي هي الليجمنت حتى يوصل ل اللي هو ل اللي هي الكوكسيك ويعمل اتاشمنت في الكوكسيك. فهذا عندنا بشكل اللي هو البلفيك ذا اوتلت، هذا هو البلفيك اوتلت. الجزء الاخير اللي هو طبعا اللي هو البلفيك فلور، فعندنا هون صار عندنا هذا الانلت، هون تحت الاوتلت، هذول البلفيك وول، وفي عندنا طبعا قاعده اللي هي بنسميها البلفيك فلور. البلفيك فلور اللي هو البلفيك فلور طبعا لو هون نطلع طبعا البلفيك فلور في هذا البوزيشن هون عند هذا الليجمنت، اذا هون عندنا جريتر سايتيك فورامن، هذا الليسر سايتيك فورامن. البلفيك فلور بده يكون جاي بالمنتصف هون بيناتهم، يعني بكون من جاي بين الجريتر سايتيك فورامن والليسر سايتيك فورامن، هذا بنسميه اللي هو البلفيك فلور. فالبلفيك فلور هي عباره عن اللي هي اللاير اللي بدها تعمل سيبريشن بتوين البلفيك كافيتي والبرينيوم. اذا كل شيء فوق البلفيك فلور بده يكون بلفيك كافيتي، تحت البلفيك فلور بدنا نسميه البرينيوم، وهذا البلفيك فلور بتشكل من مصل اند فاشيا ممبرين. اذا المصل اند فاشيا، فعندنا هون التو ليفيتر اي ناي مصل، التو ليفيتر اي ناي مصل هذول بنسميهم البلفيك ديافرام مع بعض تتزامن مع بعض اللي هم نقدر بنسميهم اللي هو اللي هي البلفيك، نقدر بنسميهم طبعا اللي هي البلفيك ديافرام اللي بنسميهم التو ليفيتر ايناي مصل اللي طبعا هون بالانتيريور بيتحدوا مع بعض على شكل كونكتيف باي كونكتيف تيشو رافي. وطبعا هذا البلفيك فلور الماسكولار بارت كومبليتد بوستيريورلي باي اللي هي طبعا مصل ثاني اللي بنسميها الكوكسيجيس مصل، باي مصل بنسميها الكوكسيجيس مصل. اذا صار عندي البلفيك فلور القاعده، هذه البلفيك فلور بتكون موستلي اذا فورم باي المصل، لكن انتيريورلي هون بتتشكل من ممبرين، هذا الممبرين بنسميه البرينيال ممبرين، بنسميه البرينيال ممبرين. فصار عندي هذه هي قاعده او بلفيك فلور تشكلت من تو ليفيتر اناي مصل اللي مع بعض هذول اسمهم بلفيك من ديافرام، واللي طبعا بيشارك فيهم كمان اللي هي من الكوكسيجياس مصل، بالاضافه طبعا للكوكسيجياس مصل برضه بتكون معاهم الكوكسيجياس مصل. هلا هذا البلفيك ديافرام اللي زي ما حكينا بتشكل موست اوف ذا بلفيك فلور، لكن انتيريورلي بيكون عندنا اللي هو الممبرين اللي بنسميها البرينيال ممبرين، والسبيس اللي فوق البرينيال ممبرين بنسميها الديب برينيال باوتش او اللي هي الديب برينيال سبيس، هذه اللي بتحتوي على مصل اللي بتكون موجوده فوق هذه الممبرين. فكانه البلفيك نقول الفلور عباره مصل بلس ممبرين، المصل اللي بتكون في البوستيريور بارت والممبرين بتكون في الانتيريور بارت. طبعا احنا نعرف انه في عندنا هون ديفكت او اذا في عندنا اللي هي اوبننج نقول هي موجوده في البلفيك، اذا الفلور اللي بدها عشان تمر من هذا الستركتشر من البلفيك كافيتي حتى تروح لمنطقه اللي هي البرينيوم الاوتسايد زي الانال كانال، بتمر من خلال نقدر فرام ذا بلفس، اذا حتى تروح للبرينيا من خلال اذا هي سيركل اورفيسز موجوده في البلفيك ديافرام. وفي عندنا كمان اللي هم الفاجينال اورفيسز، اليوريثرال اورفيسز برضه بتمر من خلال المبرين اللي حتى تمر لداخل، نقدر بتمر لداخل البرينيا حتى تروح ل اللي هي الاكسترنال جينيتال الاوتسايد. البرينيال ممبرين لو نطلع على البرينيال ممبرين هي عباره عن نقدر تريانجولار شيت، هذا عباره عن تريانجولار شيت، اذا وهذا اللي بتعبي السبيسز انكل بتوين التو بيوبيك، اذا هي ذا ارتش بتوين التو بيوبيك ارتش والها نقدر بوستيريور فري مارجن، الها بوستيريور فري مارجن. طبعا هذه بيكون فيها اذا ديفكت او فرامينا اللي هم لا اليوريثرا والفاجينا اللي تتبر من داخل البلفيك كافيتي حتى تروح ل اللي هون الاوتسايد اللي هو للبرينيا. هذا بالنسبه لها اللي هي البرينيال نقدر هي البلفيك ديافرام واللي هي البرينيال اند برينيال باوت. هلا شو هو البرينيال؟ مبدئيا نعرف شو هو البرينيال، حتى بعدين المحاضرات القادمه حناخذ شو هو البرينيال. البرينيال هو عباره عن الريجن اللي بتكون لوكيتد انفيريور
to the pelvic floor زي ما حكينا اللي هي في الفلور اوف ذا بلفيك كافيتي. اذا اخر شيء حكينا هون بالصوره هذه حكينا عندنا في ده هون في عندنا هون اللي هي البلفيك كافيتي هون البلفيك فلور. اذا كل الريج اللي تحت هذا البلفيك فلور بنسميها اللي هي البرينيوم. البرينيوم زي ما حكينا البرينيوم هي عباره عن الريجن اللي بتكون لوكيتد تحت اللي هي اذا هي البلفيك اذا كافيتي تحت الفلور اوف ذا بلفيك اذا كافيتي. يعني معناته البوردرز تبعينها اللي هم البلفيك اوتس البوردرز تبعينها بتكون البلفيك نقدر اوتس. وهذه طبعا البرينيوم لو جينا اخذنا يقول خط وهمي ان هون عندنا الاسكيال نقدر التيوبروسيتي. لو اخذنا خط وهمي بتوين الاسكيال والتيوبروسيتيز على البوت سايد ومديناها حيقسم لنا اللي هي البرينيوم الى تو تريانجلز. اول واحد بنسميه اليوروجينيتال تريانجلز هذا اليوروجينيتال التريانجلز اللي بده يحتوي على طبعا الروت اوف ذا اكسترنال جينيتاليا وفي الومن بيحتوي على الاوبننج اوف ذا يوريثرا والفاجينا وفي المن طبعا بيحتوي على الديستال بارت اوف يوريثرا. هاي رقم واحد بنسميه اليورو جينيتال تريانجل. اما التريانجل الثاني بنسميه الانال التريانجل اللي بيحتوي على الانال من الاوبننج. فصار عندي انه البرينيوم الجزء اللي بيكون لوكيتد عباره عن ريجنز اللي بتكون لوكيتد تحت اللي هي البلفيك اذا بتكون لوكيتد تحت البلفيك نقدر الفلور انك تبعت اللي هي تحت الفلور اوف ذا بلفيك كافيتي. وهذا اللي هو اللي بيكون تحتها بنقسمه عن طريق اللي هي اذا خط وهمي اللي هذا الخط الوهمي اللي بيمتد بتوين اللي هي الاسكال اذا التيوبروسيتي وبقسم لنا اياها الى تو تريانجلز اللي هم اليوروجينيتال تريانجل بيكون في الانتيريور طبعا واللي هي بالبوستيريور بيكون موجود عندنا الانال اذا التريانجل بيكون عندنا انال. زي ما حكينا انه الوول او البلفيك كافيتي لها اندت لها اوتلت لها الفلور ولها البلفيك وول. حكينا من الاستراكشر اللي هي اللي بتشكل عندنا البلفيك هي وول اللي هم المصل والليجمنت والبونز. هلا البونز نيجي ناخذ اللي هي الفيتشرز تبعين البلفيك ممكن وول بالكامل. طبعا البلفيس اذا بتشكل من اذا 3 بونز بتشكل من الهيب بون في عندنا رايت ليفت هيب بونز بتشكل من الساكرام وبتشكل من الكوكس. وهذا البونز ارتكولات وذ ايتش اذر من هي وبشكلوا عندنا اللي هي جوينتس. يعني لو ناخذ مثلا الساكرام الساكرام بتعمل ارتكوليشن مع اللي هي الفيرتبرا اللي هي خمسه اللمبر فيرتبرا خمسه من هذا بنسميه الجوينت بنسميه اللمبو ساكرال جوينت. كمان الساكرام بتعمل ارتكوليشن مع الايليان هذا بنسميه الساكرو ايلياك جوينت. وفي عندنا كمان هون انه التو ممكن هيب بون ارتكوليت انتيريورلي اللي هم اللي هو البيوبيك بون تبعهم عن طريق اللي هو هذا الجوت اللي بنسميه بالانتيريور السيمفيسيز بيوبس. هذه اللي هم اللي هي 3 بونز اللي بدها تشكل عندنا او بتبارتيسيبيت ان ذا فورميشن اوف ذا بلفيك وول. ناخذ اللي هي الهيب بون طبعا الهيب بون بتكون من ناحيه الشيب اوف بون بتكون الريجولار بون. وهذه الهيب بون بنقسمها الى اذا هي تو بارتس بنقسمها الى تو بارت عن طريق اوبليك لاين. وهذه اللي حكينا عنها قبل شوي اللينيا ترمينالس اللي تشكلت من 3 من بارتس هذه اللينيا ترمينالس بتشكل اللينيا ترمينالس اللور تو ثيرد من هذه اللاين اللور تو ثيرد من هذه اللاين بتشكل اللي هي من هذه الاوبليك لاين اللي بتقسم لنا الايلياك اللي هي الهيب بون الى اللي هي ابر بارت ولور بارت. اذا معناته اي جبار من هذا البون اللي بيكون ابف هذا اللاين بده يكون له علاقه مع اي بلفيس مع الفورس بلفيس. لكن اي جزء بيكون تحت هذا اللاين بده يكون له علاقه مع الترو بلفيس مع الترو بلفيس. زي ما حكينا هي عباره عن ريجولار بون ممكن نقسمها الى عن طريق اوبليك لاين الى ابر بارت اللي بيكون له ريليشنز او علاقه او مع اللي هي الفورس بلفيس لكن اللي هو الابدومينال بارت لكن اللي تحتها بيكون هو مع اللي هو اللي ترو من البلفيس الترو بلفيس اللي بيشارك في البلفيك كافيتي بيشارك في. هلا هذه اللي هي طبعا اللي هي الهيب بون لها تو سيرفيسز لها لاترال سيرفيس واللاترال سيرفيس بيكون عليه ديبريشن هذه بنسميها كب شيب كافيتي. هذه الكافيتي اللي بنسميها الاسيتابيولم هذه اللي بتعمل ارتكوليشن مع الهيد اوف فيمر حتى شكله عندنا الهيب انجل جوينت. هلا بلو هذه الكافيتي او بلو الاسيتابيولم في عندنا الابتوريتر فورامين وهذا الابتوريتر فورامين بتكون كفر باي كونكتيف تيشو شيت وهذا الكونكتيف تيشو ممبرين بنسميه الابتوريتر ممبرين. لكن بضل عندنا فراغ بتوين الممبرين عند البون بنسميها الابتوريتر كانال هذا اللي بتمرر الاستراكشرز اللي هي بتوين اللور ليمب اند البلفيك كافيتي. فصار لها لاترال سيرفيس
اللاترال سيرس بكون عليه كاب شيبت كافيتي، هذه اللي بنسميها الاسيتابلوم. بلول هذه الاسيتابلوم في عندنا الابتريتر اذا الفرامن الها البوستيريور مارجن، هذا البوستيريور مارجن بكون عليه تو نوتش اللي هم الا بكون طبعا موجود عليه جريتر جريت او جريتر سايتيك نوتش، وفي عندنا الليسر او اللي هي سايتيك نوتش، وهذول اللي هي بتوين ذم في عندنا الاسكيال من السباين، بتوين ذم في عندنا الاسكيال سباين، في عندك جريت سايتيك نوتش وفي عندنا الليسر سايتيك نوتش اللي بلو الاسكيال سباين، الليسر سايتيك نوتش وهذا الجريتر سايتيك نوتش، هذول اللي تحولوا الى عن طريق الليجمنتس الى الجريتر سايتيك فورامين والليسر سايتيك فورامين. فالبوستيريور مارجن ولا هاي البون بيكون مارك باي التو نوتش اللي بتكونوا بتوين ذم الاسكيال سباين. الانتيريور مارجن اللي هي الها بكون ريجولار انتيريور مارجن، وهذا الانتيريور مارجن بيكون عليه زي بروز عظمي بنسميهم انتيريور سوبيريور ايلياك سباين، انتيريور انكل انفيريور ايلياك انكل سباين، انتيريور انفيريور ايلياك سباين، انتيريور انفيريور ايلياك سباين. هلا هذا البوستيريور مارجن انفيريور اللي تحت بالنهايه بيكون عليه هون زي ما حكينا هو التيوبركل اللي هو بيوبيك تيوبركل، فهون سوري بيكون عليه اللي هو الاسكيال تيوبرسيتي، هذا اللي هون بيكون اسكيال تيوبرسيتي للبوستيريور مارجن، هذا بالنسبه اللي هي للبوستيريور مارجن. اما الانتيريور مارجن بيكون في عندنا اللي هي البيوبيك تيوبركل، هذا بيكون للانتيريور مارجن. اذا صار عندنا هاي اللي هي الهيب بون الها لاترال سيرفيس بيكون عليها الاسيتابيلم، الها طبعا اللي هي الها بوستيريور مارجن بيكون عليه تو نوتش، ولها انتيريور مارجن بيكون عليها انتيريور سوبيريور ايليك سباين وانتيريور انفيريور ايلياك سباين. هذه طبعا اللي هي الايلياك بون، هذه الايلياك بون بتتكون من كل هي بتتكون من 3 مين بارتس، الايلياك بون بتتكون من 3 مين بارتس، بتتكون من الايليام الهيب بون، بتتكون من الاسكيام، وبتتكون من اللي هي البيوبيك بون، ثلاثه بارتس هاي البون، ناخذ جزء واحد واحد منهم. نيجي للايليام اللي هو الجزء اللي هي العلوي من هذه البون، الجزء العلوي اللي بنسميه الايليام، هذه الايليام بتكون برضه هذه الايليام سيبريتد انتو من ذا ابر بارت ولور بارت باي ريدج، بيكون موجود على الميديال سيرفيس، وهذا الريدج اللي هون بقسم لنا اياها الى ابر بارت ولور بارت. اذا الابر بارت اللي هون هذا اللي هون الابر بارت اللي بيكون له علاقه بال فولس بلفيس، واللور بارت هذا الجزء اللي بيكون عند الترو بلفيس. اذا الايليام زي ما حكينا هي سيبريتد انتو اذا ابر بارت ولور بارت باي ريدج، وهذا الريدج بيكون اللي هي هذا الريدج بيكون شارب في البوستيريورلي، البوستيريورلي بيكون شارب، وهذا البوستيريور شارب ريدج بيكون لوكيتد ان كل ابف اللي هي الارتيكولار سيرفيس ان كل اوف ذا ساكرام، اذا هون فوق الارتيكولار سيرفيس اوف ذا ساكرام، وبكون هون طبعا عليه الرفند اريا، هذا الرف اريا عشان الانسيرشن اوف ليجمنت، بكون رف اريا بكون عشان اللي هي انسيرشن اوف ليجمنت. هلا هذا بالنسبه لها اللي هي الريدج بوستيريور، لكن هذا الريدج بنقدر انتيريورلي اذا طبعا اللي هو بكون اسمه الاركويت لاين راوندد، بكون اسمه الاركويت لاين، هذا اللي هو الريدج انتيريور. اذا هذا اللي هو الجزء اللي هو اللي اول جزء من الهيب بون بنسميه الايليام separated into upper part and lower part by ridge. هلا الاركوت لاين زي ما حكينا هي اللي اللي شكلت عندنا اللي هي جزء من اللي هي اللاين اللي هو لينيا تيرمينالز. هلا هذا الابر بارت له طبعا له طبعا اللي هي سوبيريور نقول مارجن، هلا بنشوف شو هو سوبيريور مارجن، وله طبعا اللي هي تو سيرفيسز، له اوتر سيرفيس او بنسميها الجلوتيال سيرفيس، وله انر سيرفيس بنسميها الايلياك سيرفيس او بنسميها الايلياك فسة، وهذا الايليك فسة اللي بتعطينا اورجن للالياكس مسل الموجوده من تاخذ اورجن من هذا السيرفيس، هذا بيكون كونفكس، واللي هي الانر سيرفيس بيكون كونكيف، الها سوبيريور مارجن، وهذا السوبيريور مارجن بنسميه الايليك كريست، وهذا الايليك كريست اند الايليك كريست طبعا اند انتيريورلي على شكل اللي هو الانتيريور سوبيريور ايليك within spine and posteriorly as in the posterior superior iliac within spine. طبعا وهون بكون في عندنا prominent tubercle بنسميه tuberculum of the iliac crest project laterally near بكون قريب من ال anterior end of the crest ال anterior end of the crest. اذا صار لها هذه اللي هي طبعا اللي هي بتكون وينج اللي هي الوينج او الجناح بنسميه الايليام، بيكون لها inner service اللي هو بنسميها الايليك فوسا،
لها اوتر سيرفيس بكون بين كونكيف، لها طبعا سوبيريور مارجن بنسميه الاي داكتس طبعا، وله طبعا اند انتيريورلي وبوستيريور انتيريور سوبيريور سبان وبوستيريور سوبيريور انكل ايلياك سباين، بالاضافه كمان انفيريور تو ذا انتيريور انكل اللي هي انتيريور سوبيريور سبان، في عندنا انتيريور انفيريور ايلياك سبان، وفي عندنا بوستيريور من ذا انفيريور ايلياك ذا سباينز بوستيريور انفيريور ايلياك سباين. هلا بما انه اللي هي اذا هذه اللي هي الايليوم اللي شاركت في اللي هي البلفيك، اذا هي بالبلفيك بونز او بالبلفيك كافيتي بالكامل، بالبلفيك كافيتي اللي هو بالفولس بلفيس، معناته الايليك كريست انكل الايليك كريست بكون لوكيتد انكل نير السيرفيس، الايليك كريست من ناحيه البوزيشن بكون لوكيتد نير السيرفيس وكان ايزلي بالبيتد بالايليك كريست، معناته في حالات مرض زي اللوكيميا اللي بتاخذ اللي هي بتاخذ بايوبسي للبون مارو بايوبسي، ممكن اخذها من الايليك كريست اوف ذا ايليوم اوف ذا هيب بون، لانه بتكون لوكيتد اللي هي كلوز تو ذا سيرفيس وكان بي ايزلي اللي هي بالبيتد، عشان هيك بقدر اعمل انسيرشن للنيدل فاللي هي في الايليك كريست. نيجي نتكلم على البارت الثاني من الهيب بون اللي هو اسمه اللي هي البيوبيك بون، طبعا البيوبيك بون بتكون من اللي هي 3 بارتس، بتكون من البادي، بتكون من بادي، بتكون من سوبيريور بيوبيك ريمس، بتكون من انفيريور بيوبيك ريمس. فعندك هون البادي، البادي اوف ذا البيوبيك انكل بون بكون طبعا فلاتند انكل فلاتند، وطبعا اللي هي اند ارتكليت وذ ذا بادي اذن اوف ذا يمكن هي طبعا مين البيوبيك بون، بيعمل ارتكليشن مع البادي اوف ذا اذن بيوبيك بون يمكن اند اذر سايد مع اللي هي ات ذا سيمفيسيس البيوبس. اذا معناته البيوبيك بون انه البادي بده يعمل ارتكليشن مع البادي اوف ذا بيوبيك بون اوف ذا اذر سايد حتى شكله عندنا الجوينت اللي هو سيمفيسيس اذا البيوبس، حتى شكله عندنا سيمفيسيس البيوبس بيكون عليه طبعا بروميننت اللي هي بروجكشن لبروز عظمي بنسميه البيوبيك اذا تيوبركل بيوبيك تيوبركل. هلا هذا اللوبيوك لها سوبيريور ريمس، والسوبيريور ريمس بيعمل ارتكوليشن مع اللي هي السوبيريور ريمس بيعمل ارتكوليشن مع اللي هي طبعا الايليوم، وبيعمل ارتكوليشن مع الاسكيوم مع الايليوم والاسكيوم، وطبعا اللي هي ولها انفيريور ريمس، وهذا الانفيريور ريمس اللي بيعمل جويننج ل اللي هي الريمس اوف ذا اسكيوم اللي هو الثيرد بارت اوف ذا اذا اللي هي للهيب بون. الايليوم الاسكي سوري الاسكم هي عباره عن اللي هي بتكون طبعا لوكيتد هو ثيرد بارت اوف ذا هيب بون، بتكون لوكيتد بوستيريور اند انفيريور، هي بتكون لوكيتد اند بوستيريور اند انفيريور، طبعا بتتكون من لارج بادي، بتتكون من اللي هي سوبيريور انكل اللي هي بيوبيك ريمس، وطبعا اللي هي هذا بتتكون من كمان اللي هي اللي هي طبعا الريمس اوف ذا اذا الاسكم، فصار عندي اللي هي وبتتكون من البادي، بتتكون من طبعا اللي هي بهذا البادي اللي بروجكت انكل بوست سوبيريورلي تو جوين اللي هي وذ ذا الايليوم، البادي بيعمل جوينينج للايليوم، اذا هي طبعا بتتكون من السوبيريور انكل ريمس انكل هو بيوبيك ريمس، بتتكون من الريمس اللي بروجكت انتيريورلي اللي بده يعمل جوينينج لها اللي هي الانفيريور ريمس ذا بيوبيك بون، فصار عندها هذه اللي هي اللي هي الجزء طبعا بكون لها اللي هي اسكال اتيوبرسيتي، هذا بنسميها اللي هي الاسكال اتيوبرسيتي، بتكون هي يعني امبورتنت سايت فور مسل اتاتشمنت، هذه اللي هي اللي بنسميها اللي هي اللي بتعمل سبورت البادي وين سيتنج، وين سيتنج يعني لما الواحد يقعد هي سايت اوف سيتنج، هذه اللي بنسميها الاسكال اتيوبرو سيتي. نيجي للبارت الثاني من البونز اللي بدها تشارك في الفورميشن اوف ذا بيلفيك وول اللي هي الساكرام، وهذا الساكرام بتكون على شكل انفيرتد تريانجل، بتتكون من 5 فيوز ساكرال فيرتبرا، وهذه ما دام الها بتكون انفيرتد تريانجل الها بيز ولها ابيكس، البيز تبعها بيعمل ارتكوليشن وذ ذا بادي اوف انكل 5 لمبر فيرتبرا، والابيكس بيعمل ارتكوليشن مع الكوكسيك. هلا معناته بما انها انفيرتد تريانجل الها بيز ولها ابيكس الها سيرفيسز، طبعا الها لاترال سيرفيس، وهذا اللاترال سيرفيس بكون عليه فسك من هذا الفسك مشان تعمل ارتكوليشن مع الايليوم، وشكله عندنا الساكرو ايلياك جوينت، طبعا البادي اوف ذا ساكرام بكون بروجكت انتيريورلي بنسميه على شكل بنسميه البروبنتري اوف انجل ساكرام. الان في بوزيشن تبع الترانسفيرز بروسس للفيرتبرا هذا الساكرام بكون الها بنسميها اللي هي الوينج لايك ترانسفيرز بروسس، او بنسميه الاكسباندد وينج لايك يعني زي ترانسفيرز بروسس، هذا بنسميها اللي هي الوينج اوف ساكرام او الاله اوف ساكرام. طبعا هذا اللي هو اذا صار عندنا
بتكون اللي هي إلها بيز، إلها أبيكس، إلها لاترال سيرفيس، وإلها سوبيريور سيرفيس. وهذا السوبيريور سيرفيس إذا بيعمل ارتكوليشن مع مين؟ السوبيريور سيرفيس بيعمل ارتكوليشن مع البادي، السوبيريور سيرفيس بيعمل ارتكوليشن مع البادي اوف ذا اللي هي ال، مع البادي اوف ذا ال 5 اللي بيشكلوا عندنا هذا اللي هو اللمبو ساكرال جوينت، لمبو ساكرال جوينت. طبعا لها كمان انتيريور سيرفيس، والانتيريور سيرفيس بيكون عليه انتيريور ساكرال فورامينا اللي بدها تمرر الانتيريور ماي اوف ذا اللي هي ساكرال سبانال نيرف، وبالبوستيريور بيكون لها بوستيريور ساكرال فورامينا اللي بتمر منها البوستيريور ماي اوف ذا اللي هي ساكرال نيرف، البوستيريور ماي اوف ذا ساكرال نيرف. طبعا بالاضافه طبعا الها بيكون اللي هي الساكرال كانال، وهذا الساكرال كانال اللي هي عباره عن الكونتينيويشن للفيرتبرال كانالز، الفيرتبرال اذا كانال، وبتنتهي از اللي هي ساكرال، اذا هي تنتهي از ساكرال، اذا هي تنتهي از ساكرال هياتس. اخر جزء او اخر بون من الموجودين في داخل اللي هو اللي بتشارك برضه في البلفيك وول اللي هي الكوكسيك، وهذه هي عباره بتتكون من اللي هي من اربعه فيوزد نقول كوكسيجيال اذن فيرتبرا، والبيز تبع هذا الكوكسيك بكون دايركتد سوبيريورلي، بكون دايركتد سوبيريورلي. هلا هذه اذن الكوكسيك الها اذن تو اذن هورنز على البوث سايد، بكونوا تو هورنز عشان تعمل ارتكوليشن وذ ذا سيم بروجكشن فروم ذا ساكرا، عشان تعمل ارتكوليشن وذ ذا سيم بروجكشن فروم اذن الساكرا. وهذه طبعا اللي هي بكون الها لاترال اذا سيرفيس انكو اللي هي اوف كوكسيت، وهذا اللاترال سيرفيس بيكون عليه اللي هي سمول ترانسفيرز انكو بروسيس، سمول ترانسفيرز بروسيس. اما الفيرتبرال ارت في هذه اللي هي الكوكسيك انكو الابسنت فروم الكوكسيجيال فيرتبرا ابسك، عشان هيك ما فيها اي فيرتبرال كانال، ما فيها فيرتبرال كانال، ما فيها فيرتبرال كانال. هلا من ناحيه اللي هي طبعا زي ما حكينا هون انه هذول البونز اللي شاركت في البلفيك الوول اللي هم الساكرام والكوكسيك واللي هم الهيب بون. هلا في عندنا اللي هي الجوينت اللي شكلوها، في عندنا اول جوينت من الارتكوليشن بنسميه اللامبو ساكرال جوينت، وهذا اللامبو ساكرال جوينت عباره عن ارتكوليشن بتوين ال L5 فيرتبرا اند الساكرام. هلا الجوينت اللي بتوين ال L5 فيرتبرا والساكرام هو عباره عن جزئين، اول جوينت اللي بيكون جاي بتوين البادي اوف اللي هي فيفث لمبر فيرتبرا اند اللي هي الاس 1 بين البادي اللي هو الانتر فيرتبرال ديسك، واللي هي الجوينت الثاني اللي بيكون اللي هي عباره عن الجوينت اللي بيكون جاي بتوين الانفيريور والسوبيريور ارتيكولار بروسيسز. الارتيكولار بروسيس ارتيكولات وذ ايتش اذر، يعني الانفيريور ارتيكولار بروسيس تبع اللمبر بده يشارك بده يعمل ارتيكوليشن مع السوبيريور ارتيكولار انجل فاسيت او بروسيس اوف ذا ساكرال فيرتبرا، وهذا الجوينت بيكون رينفورسد باي سترونج ليجمنت. اذا هذول الجوينت بيكونوا يعني رينفورسد باي سترونج ليجامنت اللي هم الايديو لمبر والايديو ساكرال ليجامنت. الجوينت الثاني بنسميه الساكرو ايدياك جوينت، وهذا عباره عن ارتكوليشن بتوين اللاترال سيرفيس اوف ذا ساكرام مع اللي هي الاليوم، وهذا الجوينت بيكون رينفورس باي 3 ليجامنت. فعندك الانتيريور ساكرو ايدياك ليجامنت عباره عن ليجامنت ذات اكستند بتوين الساكرام اند الاليوم، وفي عندنا كمان بوستيريور ساكرو ايدياك ليجامنت من ناحيه البوستيريور سيرفيس بتوين بين الايديم اند الساكرام، وبيناتهم بيكون في عندنا اللي هي الليجمنت الثالثه الموجوده بنسميها الانتر اوسيس الساكرو ايديا كريمنت 3 ليجمنت، بتمتد بتوين الساكرام والايديم، بتعمل رينفورس لهذا الجوينت اللي هم انتيريور ساكرو ايديا ليجمنت، بوستيريور ساكرو ايديا ليجمنت، والانتر اوسيس ليجمنت. واخر جوينت من هذول الجوينت اللي هو السيمفيسيس بيوبس، هو عباره عن الجوينت اللي بيكون من جاي بتوين اللي هم التو body of pubic bones الكتيو body of pubic bones في anterior في midline، وهذا عبارة عن cartilaginous joint، بتكون طبعا ال articular cells بتكون covered by hyaline in cartilage. هذا ال joint بيكون reinforced by ligament أو اللي هي بنسميهم superior pubic ligament و inferior pubic ligament، بيكون reinforced by superior pubic ligament و inferior pubic ligament. إذا هذول ال bones اللي شاركوا اذا في اللي شاركوا لنا هذول البونز اللي عملوا يعني اللي شاركوا لنا في البلفس، يعني شاركوا في البلفس هون هذول البونز اللي هم الساكرام والهيب بون، واذا الساكرام والهيب بون والكوكسي هذول لهم اناتوميكال بوزيشن نورمالي لهم اناتوميكال. ففي الاناتوميكال بوزيشن تبع هذا البلفس لازم يكون عندنا اللي هو الفيرتيكال بلين اللي هم الانتيريور سوبيريور
ايدك سباين مع السيمفيس البيوس يمر بنفس اللي هي البليد، مر بنفس البليد. هلا في عندنا طبعا اللي هي البلفس، هذا اللي تشكل عندنا البلفس، اللي تشكل من هذول البونز اللي عملوا ارتكوليشن شكلوا لنا البلفس. اذا طبعا بيكون في عندنا ديفرنسز بين البلفس في المين والبلفس في الفيميل. كيف بنفرق البلفس في المين والفيميل؟ من ناحيه اول فرق بينهم بيكون من ناحيه البلفيك انت، من ناحيه البلفيك انت في الفيميل بيكون سيركولر، اما بالمين بيكون هارت ان شيب. هاي واحد كمان انه البيوبيك ارش اللي بتكون بتوين اذا التو بيوبيك هيرماي هذول اللي هي البيوبيك ارش، هذه بتكون وايد انكود كبيره في الفيميل، لكن في الميل بتكون اذا اصغر. وكمان الفرق الثالث انه الاسكيال سباين البروجكت ميديا، لانه البروجكشن تبعته بتكون مور بروميننت كل في الميل ذان اذا ان ذا ذان فيميل ذان ان ذا فيميل. هذه من اهم الفروقات اللي هي ذا بتوين اللي هم ذا بتوين طبعا البلفس كل في الميل واللي هي الفيميل. هلا زي ما حكينا هون انه البلفيك وول بتشكل من ليجامنتس، بتشكل من بونز اللي عرفنا حكينا عن كل الجنرال فيتشرز لهذول البون، وحكينا عن هذول التول مين ليجمنت اللي حولوا لنا اياهم الى جريتر سيتك فرامن ليسر سيتك فرامن. هلا هون في عندنا اللي هم التو ماسلز اللي حكينا ذكرناهم بالاسم في البدايه اللي هم الابتوريتر انترنس ماسل والبريفورمس ماسل. طبعا الابتوريتر انترنس ماسل زي ما حكينا في عندنا الابتوريتر فرامن وعليها بكون ممبرين، فهذه الابتوريتر انترنس ماسل اذا بتاخذ اذا اوريجن من الديب سيرفيس ل الابتوريتر كل ممبرين، وبتمر طبعا هذه الابتوريتر انترنس مسل بتمر من خلال اللي هي الليسر اذا سياتيك اذا الفورامين، وبتروح تعمل انسيرشن في الفيمر. اما البريفورمس مسل هذه اللي حط عليها سامي الاحمر، هذه اذا بتاخذ اورجن طبعا اللي هي البريفورمس ان كل مسل اذا بتاخذ اورجن من الانتيريور سيرفس ذا ساكن بتوين اللي هي الانتيريور ساكرو فرامينا، والانسيرشن تبعها بتروح على الهيد اوف فيمر. هذه طبعا من اهم الفانكشن تبعها، بتعمل لاترال روتيشن اوف ذا اللي هي الهيب جون، تعمل ابدكشن اوف ذا اللي هي الهيب جون. هذه من اهم اللي هم التو مصر اللي بدها تشارك في تشكيل اللي هو البلفيك وول اللي هم الابتوريتر انترنس مصر والبري فورمس مصر، الابتوريتر انترنس والبري فورمس مصر. زي ما حكينا انه البلفيك كافيتي او الترو بلفيس له نت وله اوتلت وله من البلفيك فلور له بلفيك وول، وحكينا من ايش بتشكل البلفيك وول. نيجي نشوف انها البلفيك فلور، البلفيك فلور زي ما حكينا قبل شوي انه بتشكل من البلفيك ديفرام اللي تشكلت من اللي هو تو ليفيتر ان اي ماسلز، وهذا الليفيتر ان اي ماسل تتشكل من ثلاثه، تتكون من ثلاثه فايبر بيوبو ريكتاليس والبيوبو كوكسيجيس والايدي كوكسيجيس فايبرز. هذول التو الكل هي ثلاثه جبل فايبرز طبعا اللي هي بتشكل لنا عندنا اللي هم الليفيتر ان اي ماسل اللي شكلوا اللي بيشاركوا في البلفيك ده. اذا هذا اللي شايفينه هون البلفيك جبن ديفرام البلفيك فلور بيتس فورد انكل مينلي او موستلي من البلفيك ديفرام اللي تشكلت من التو ليفيتر ان اي ماسل بلس الكوكسيجيس ماسل فروم بوث سايد، وهذول طبعا اللي هي في الميد لاين من التو ليفيتر ان اي بتحكوا مع بعض على شكل اللي هي كونكتيف تيشو رافي، يعني بيعملوا اتاتشمنت مع بعض. هلا وبشارك طبعا في الماسكولار بارت اللي هو الكوكسيجيس ماسل البلفيك ديفرام. هلا في الانتيريور ميد لاين، في الميد لاين في الانتيريور هذا البلفيك ديفرام بتكملها مين اللي هو البلفيك فلور، بتكمل من البرينيال ميمبرين والمصل الموجوده في الديب برينيال باوتش. وزي ما حكينا انه البلفيك فلور هو اللي بده يفصل البلفيك كافيتي من اباف اند اللي هي البرينيال بلو، اذا فوق البلفيك فلور اللي هو البلفيك كافيتي، البلفيك كافيتي او التروبلس، تحت البلفيك فلور بنقدر بكون عندنا البرينيوم. هلا له بوزيشن هذا البلفيك فلور، له بوزيشن. هلا البوزيشن تبعه اذا له بوزيشن، لو طلع هاي الصوره اذا معناته هون هذا البلفيك انلت، تحت هون حيكون عندنا البلفيك اوتلت، هذا البلفيك وول. اذا البلفيك فلور البوزيشن تبعه حيكون بتوين الجريتر سيتك فورامن اند الليسر سيتك فورامن. اذا البلفيك فلور بتشكل مينلي موستلي من مصل، وهذا اللي بتكون بالبستيريور، لكن بالانتيريور بتكون على شكل بتكون من البرينيال ميمبرين واللي هي اللي هي طبعا الديب الديب برينيال باوتش او سبيس. فعندنا هون صارت والبوزيشن تبع هذا البلفيك فلور بيكون جاي بتوين الجريتر سيتك فورامن والليسر، اذا معناته الجريتر سيتك فورامن بتكون لوكيتد ابوف الليفل اوف ذا بلفيك
قدني فرور والليسر سيتك فرامن بتكون يعني بلو الليفل اوف ذا بلفي فلور، بتكون بلو الليفل اوف ذا بلفيك فلور. اذا معناته البلفيك، اذا معناته البلفيك ديافرام هون اللي شايفينها، هذا البلفيك ديافرام زي ما حكينا بتتشكل من، اذا عباره عن الموست اللي بتكون من مصر اللي هم الليفيتر ايناي مصر والكوكسيج مصر وبالانتيريور اللي هم البرينيال ممبرين والديب برينيال باوت. فلو تلاحظ هون البرينيال ممبرين اللي بتكون اللي بتشارك في تشكيل البلفيك فلور اللي هي الممبرين هذه، بتكون عباره عن نقول هي اذا ثيك نقول فاشيال ستراكشرز، هذه بتكون تريانجولار ان شيب، والاتاتشمنت تبعها اكستند بتوين تو بيوبيك ارش، اذا بتمتد من وين التو بيوبيك من قبل الارش، والها بوستيريور هون، الها بوستيريور فري مارجن، الها بوستيريور فري مارجن. طبعا الجاب في هون، في عندنا جاب بيكون جاي بتوين الممبرين اند كل سيمفيسز بيوبس، هذا بكون فينا هون فراغ، وهذا الجاب بيكون لوكيتد بلو ليجمنت، الليجمنت اللي كانت موجوده اللي سميناها انفيريور بيوبيك ليجمنت، اللي بتكون تحت اللي هي المين البيوبيك سيمفيسز، لانه البيوبيك سيمفيسز اذا هذا الجوينت بيكون عليه سوبيريور بيوبيك ليجمنت وانفيريور بيوبيك ليجمنت، اذا هذا السبيس اللي بتكون جاي بتوين الممبرين اند الليجمنت. والبرينيال ممبرين اذا فوق البرينيال ممبرين هون فوق في هاي يعني هذا الانفيريور فيو، اذا بالجهه اللي فوق بيكون في عندنا اللي هي سبيس، وهذا الفيس سبيس بنسميها الديب برينيال باوتش او اللي هي الديب برينيال سبيس، وهذا الديب برينيال باوتش او الديب برينيال سبيس بتكون بتحتوي على لاير اوف سكيلتال ماسلز، وفيها طبعا اللي هي النيورو فاسكولار اليمنتس. هلا البرينيال ممبرين والادجسنت ان كل هي ارت، هذا البرينيال ممبرين بروفايد اتاتشمنت ان كل فور الروت اوف ذا اكسترنال جينيتاليا اند الماسلز اسوسييتد وذ ذم، اذا معناته صار عندي هون هذا الجزء زي ما حكينا اللي بيكون نقول التريانجولر ان شيب، اللي هو بيكون في عندنا اللي هي التريانجولر ان شيب اللي شكل اللي شارك في تشكيل البلفيك فلور، اذا البلفيك فلور زي ما احنا شايفين موستلي اذا بتكون نقول مصل، لكن برضه في عندنا جزء بنسميه البرينيال ممبرين، والسبيس اللي بتكون هون فوق من الجهه الثانيه اللي بتكون هي البرينيال الديب برينيال باوت والديب برينيال سبيس بتحتوي على السكيلتال مصل فايبر. هلا هذول اللي هم الديب البرينيال ممبرين او اللي هي البلفيك ديفرام بيكون فيهم بالاوبننج، الانال كانال بدها تمر من خلال الاوبننج من داخل البلفيك ديفرام، لكن في عندنا اليوريثرا والفاجينا بدهم يمروا من خلال اوبننج في البرينيال ممبرين، من خلال اوبننج موجوده في داخل البرينيال ممبرين. هلا هذه السبيس اللي جاي، هذا البرينيال ممبرين اللي حكينا تريانجولر ان شيب، هلا هذه السبيس اللي بنسميها الديب برينيال باوتش او الديب برينيال سبيس، هون ببين لنا اليوريثرا اوبننج، هذا الاوبننج اوف ذا الفاجينا في الفيميل. فعندك الفانكشن تبع المسلز الموجوده في الديب برينيال باوتش او بالسبيس الموجوده من فوق الممبرين هذه اللي هي المسل، الفانكشن للسكيلت المسل هذه بتشتغل از سفنكتر مينلي فور اليوترا. اذا انتيريورلي الجروب اوف مسل فايبر اللي بدها تحيط، انتيريورلي الجروب اوف مسل فايبر اللي بدها تحيط في اليوريثرا اللي سراوند اليوريثرا بتشكل عندنا الاكسترنال يوريثرال سفنكتر، بتشكل عندنا الاكسترنال اليوريثرال سفنكتر. كمان في عندنا اذر جروب اوف مسل فايبر، وان جروب بتشكل شيء بنسميه اللي هو لا اللي هي بيكون حوالين اللي هي الفاجينا واليوريثرا بنسميه سفنكتر اليوريثرو فاجينالس، سفنكتر اليوريثرو فاجينالس بده يحيط من في اليوريثرا والفاجينا في الفيميل، في الفيميل اللي بيشتغلوا از يونت، هذا بنسميه هذا واحد. وفي عندنا كمان الاذر جروب بنسميها السكند جروب اللي هي الكمبريسر يوريثري، الكمبريسر يوريثري اون ايتش سايد ويتش اوريجينيت طبعا من الاسكيوبيكليمس وميت انتيريورلي تو ذا ميت انتيريور تو ذا اليوريثرا. اذا صار عندي هذول المسل فايبرز، هذول المسل فايبرز وسكيلت المسل فايبر اللي بدها تكون موجوده في الديب برينال باوتش اللي هم الاكسترنال يوريثرا سفنكتر اللي هي سفنكتر يوريثرا فاجينالس اللي بيكون موجود في الفيميل والكمبريسر يوريثري، هذول كلياتهم فاسيليتيت بتسهل عمليه اللي هي الكلوجنج اوف يوريثرا، بتسهل عمليه بتسهل عمليه اللي هي اليوريثرا. هلا في البوث في المن اند في الومن، اذا في الميل والفيميل في عندنا الديب ترانسفيرس برينيس مسل على البوث سايد، هذا الديب ترانسفيرس ذن برينيس ان كل مسل الفانكشن تبعها بتعمل ستابلايزيشن للبوزيشن اوف برينيال بدي، وهذا البوزيشن اوف برينيال بدي ويتش از ميد لاين ذن ستراكشرز ان كل الونج البوستيريور ايدج اوف برينيال ميمبرين.
هذا بالنسبة له اللي هو طبعا اللي هي الجزء اللي هو طبعا اللي هو الجزء اللي هو البرينيا الممبرين اللي شارك اللي هي في هي وشكل اللي هو البلفيك فلور. اللي معناته البلفيك فلور، البلفيك فلور بتشكل من مصل، بتشكل من برينيا الممبرين. فوق البرينيا الممبرين في عندنا الديب برينيا باوتش اللي بيحتوي على اللي هي المصل اللي بتشتغل على شكل اللي هي سفنكتر. والبرينيا البادي، البرين البادي هو عباره عن كونكتيف تيشو ستراكشرز. هذه الكونكتيف تيشو ستراكشر اللي بدها تعمل اذا فيها انسيرشن اللي هي المصل اوف ذا بلفيك فلور اند البرينيوم. المصل اوف بلفيك فلور والبرينيوم بترتب فيها طبعا اللوكيشن تبعه بيكون اذا في الميدلاين اذا along the posterior border of برينيال ممبرين، along the posterior border of برينيال ممبرين. هذا بالنسبه ل اللي هي طبعا للبلفيك الكافيتي، وطبعا اللي هي البلفيك كافيتي والوول اوف ذا طبعا من ايش بتشكل البلفيك كافيتي. زي ما حكينا انه اللي هي كيف قسمنا البلفيس للترو بلفيس، كيف قسمنا لفول لفولس بلفيس، قسمنا لترو بلفيس، والترو بلفيس حكينا له بلفيك انلت وشو البوردرز تبعين البلفيك انلت وله بلفيك اوتلت، شو البوردرز تبعين البلفيك اوتلت وله البلفيك وول اللي تشكل من اللي هم البونز وتشكل في عندنا من المسلز ومن عند ومن الليجمنت من اللي هي طبعا البلفيك فلور اللي هم اللي بتكون من موست من المصل اللي سميناها البلفيك ديافرام اللي تكونت من تو ليفيتر ان المصل وشاركت معها كمان الكوبسيجس مسل. وبالانتيريور كانت مش كلها مصل، كانت فيها البرين الممبرين وفوق الممبرين في عندنا سبيس بنسميها الديب البرين الباوتش اللي بتحتوي على اللي هي سكلت المصل فايبر اللي بتشتغل از سفنكتر حوالين اليوريثرا والفاجينا.